أسعد الله أوقاتكم مشاهدين نشرتنا اليوم الجمعة 15 يوليو 2016، وإليكم الخارطة السطحية المحللة، حيث نلاحظ وجود امتداد منخفض جوي على معظم مناطق الخليج العربي وجنوب إيران. تصاحب رياح شمالية شرقية معتدلة السرعة على الخليج العربي وجنوبية شرقية نشطة السرعة على بحر عمان، والطقس صحو بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خاصة على المناطق الداخلية، وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية. ننتقل معكم مشاهدينا لدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم: الساحلية في أواسط الأربعينات، والداخلية في أواخر الأربعينات، أما الجبلية في أواسط الثلاثينات. ولنا أعزائي المشاهدين ننتقل إلى حالة البحر في الخليج العربي، حيث يكون متوسط الموج ومناسب للأنشطة البحرية. أما في بحر عمان فهو مضطرب إلى متوسط الموج. طقس الغد حار وصحو بوجه عام وغيما جزئيا أحيانا على بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحيانا نهارا شرقا وجنوبا، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي يضطرب ليلا، ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان. أترككم مع الطقس المتوقع للأيام المقبلة، وفي أمان الله.